في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. عارفين سبعاوي اللي غاوي يصلح أي حاجة، والمهووس بالمكن والضعيف قدام أي مطور، وقال لك المكنة طلعت قماش، أو الشخصية العبقرية دي اللي قدمها في فيلم علي الزيزي أستاذنا العظيم وآدي المهندس الله يرحمه، هي موضوعنا النهاردة. وصاحبنا اللي هكلمكم عنه ده بقى سبعاوي على الآخر، سبعاوي نسخة 2020. يعني هتقول له مثلا الموبايل وقع مني في الحوض والدشدش والمية بوظته وإن التوكيل مش عارف يصلحه، هتلاقيه يقول لك بكل استعطاف وثقة أصلحه ونبع مره هيتوهد هاتوه رجعه لك سليم وموديل 2021 والله كمان. انت أصلك ما تعرفش مين زيزو في عالم الإلكترونيات؟ ده أنا بيل جيتس شخصيا بيطلبني على التليفون الأرضي عشان أصلح له الكمبيوتر بتاعه. آخر مرة المندوب بتاعه ملقانيش في البيت، ساب لي الجهاز عند المكواجي اللي على ناصية بيتنا في فيصل. أمال أنت فاكر إيه؟ هات بس أنت الموبايل مالكش دعوة، كلها 24 ساعة ويرجع لك زي الفل بكل الأوبشنز اللي فيه. بس أنت ما تنساش تجيب معاه الشحن بتاعه، ها؟ قال يوديني التوكيل. قال توكيل مين يا عم أنت؟ ده أنا زيزو اللي هيغيظه يا معلم. وطبعا باستثناء فشل المهندس سبعاوي وان بيل جيتس بيكلمه على التليفون الارضي عشان الاف بي اي ما تعرفش السر، وساب له الكمبيوتر بتاعه عند مكواجي في شارع فيصل عشان قال يصلحه. قال رغم كل الهكس ده، يعني الا ان المفاجاه المذهله بجد ان زيزو فعلا رجع الموبايل اللي وقع في الميه واللي كانت فشفش 60 حته، رجعه سليم تمام وبكل الداتا اللي عليه. تسالوني بقى ده حصل ازاي؟ ما اعرفش. رجعه سليم ازاي بعد لما فشل التوكيل نفسه في تصليحه؟ برضو معرفش. بالمفهومية همون، بالفكاكة والشطارة يا اخويا، وببساطة كده انا عرفت كل الاجزاء البايظة ونزلت السوق جبت قطع الغيار من موبايلات قديمة مرمية في ورشة الالكترونيات بتاعت واحد صاحبي كده بابلو، وعنها سيدي رحت مجمع الموبايل تاني حتة. التوكيل بقى عمره ما هيعمل كده، ومصلحته يقولك ارميه عشان تشتري واحد جديد. تعملهاش تاني بقى، شاطر وتروح لحد غريب وعايز تغيزه هات له زيزو يا جميل. يلا اب بقى بتمن قطع الغيار. اوعوا تفتكروا ان المهندس زيزو سبعاوي خبير الكترونيات بس، لا ده كمان خبير كهرباء ومواتير. اقول لكم ده بيصلح بوتاجازات وغسالات وتلاجات كمان، لكن الحقيقة انا عمري ما سمعته بيقول انه بيصلح عربيات. ومرة غلط واتكلمت قدامه عن مشكلة صغيرة في عربيتي. نوع ايه العربية دي باشا؟ ياباني ولا الماني؟ اوتوماتيك ولا يدوي؟ ها صالون ولا دفع رباعي؟ اخر مرة عملت لها زنك امتى؟ والتسريب اللي فيها ده اكتشفته يوم ايه والساعة كام بالظبط؟ كنت ساعتها بقى على الدائري ولا في وسط البلد؟ لانها تفرق، ولاحظ ان اجابتك دي هتفرق كتير جدا عشان اعرف احط ايدي على المشكلة واحدد نوع العلاج بالظبط. دكتور والله عبد عزيز، دكتور ورئيس قسم العربيات الاوتوماتيك يا اخي، ده انت طلعت من السبعاوي بس، ده انت طلعت جراح كمان. تتريق حضرتك؟ تصل لعربيتك ساعتين زمن وشوف هترجع لك ايه. فابريكا يا باشا، فابريكا وانديكا كمان ساعتين بس. هات المفاتيح بقى وما تخاف يا عم، ما تخافش امال. وانا الحقيقه يا جماعه مش فاهم ازاي اديت له مفاتيح كده ببساطه، ويا ريتني يا ريتني ما ورطت نفسي الورطه السودا دي. ايه فيها يا عزيز؟ مالك داخل عليا وشك مهبب كده ومبهدل؟ العربية اتصلحت؟ هي الحقيقة اتصلحت، أو أنا تخيلت يعني إنها اتصلحت، لكن الحقيقة إني لما أخدتها أجربها وسقتها على الدائري معرفش وأنا سايق على 120 إيه اللي حصل. فجأة لقيت العربية قفشت كده ولقيت دخان طالع من كل حتة في العربية. المشكلة بقى يعني إن العربية كمان لما وقفت فجأة لبست في العربية اللي قدامها، وش العربية راح. بس الحمد لله، بس في حاجة تانية، الموتور راح الحمد لله، دي حاجة مش مقلقة. بس هو اللي يقلق بقى ان الرادياتير راح، بس الحمد لله البربريز طلع سليم. اه والله الحمد لله، بس الاهم من ده كله ان انا طلعت سليم. وما تقلقش، اشتري عربية جديدة وهات انا اصلحها لك. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟
ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.